ازيكم يا مواليد برج الحمل؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحمل ليوم الاربعاء الموافق 11 اكتوبر، 11 تشرين الاول، 11/10/2023. غير يومك انك لازم تتعلم انك تثق في الناس بشكل جديد. النهارده يا حمل هتدي الدور الاساسي والقيادي لشخص تاني مش انت. التواضع عندك اهم وافضل وسيله عشان تحقق بيها كل اهدافك. ما تخافش من انك تطلب المساعدة النهاردة، وما تبخلش بانك تمتن. في مرحلة هيبقى القمر متضائل قليلا، ممكن يحصل رشفات نادرة بالنسبة ليك من النشاط العاطفي بالنسبة ليك. هيتكيف جسمك النهاردة مع الظروف الجديدة، وهتنخفض حيويتك فما تبالغش فيها، وتبتدي تتناول والفيتامينات تبقى مساعدة. الآن لازم تبقى حذر بشأن موضوع خاص بيك في تواصلك مع شريك حياتك وحبيبك. هيزيد القمر في برج العذراء النهاردة مما طلبك المفروض على نفسك وعلى كل الأشخاص اللي حواليك، لكن لازم ما تقطعش النهاردة كل السبل اللي ممكن تبقى بتستفاد بيها. لازم تفهم اول الموقف، هتبقى في لحظة مناسبة عشان تفكر في الباقي بتفاصيله. حتى لو ما كانتش عندك فرصة متاحة عشان تمشي في رحلة، النجوم النهاردة هتعادك بتغيرات سريعة جدا في يومك. حركة الكواكب اليوم اكتمال القمر في برج العذراء هيبقى مناسب للخطط الطموحة. هترمي كل اللي عليك، ولازم تبقى عندك يقين في ماضيك. هتهدف انك تجمع كل القوى اللي بتبقى بتحقق بيها الهدف. الوضع هيشجعك على كتير من النشاط. ممكن الجميع النهاردة انهم يستفادوا من الفرصة المتاحة. في الوقت نفسه هيبقى في تثبيت على النتيجة. من الصعب انك تستمتع بالحياة من خلالهم. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.